احنا جايين الان بنطالب بالعوده عن قرارات كامله. قرار الضريبه اولا هذا مرفوض، اسقاط مجلس النواب واسقاط حكومه الجبايه، وايضا العوده عن رفع غلاء الاسعار. هاي مطالب الشعب الاردني كامله، والنهج ومحاسبه الفاسدين. هاي احنا يعني بحراكه صلت صار لنا 126 يوم، هاي البنود اللي احنا ماشيين عليها. احنا ليس اي واحد، هذول الموجودين ليس واحد له مطالب شخصيه، هي مطالب وطن. من طالب بالعدالة، تمام، من طالب بحقوقنا لا أكثر ولا أقل. ما في داعي إنه نواجه بعض إحنا أخواننا الدرك، لأنه مو واقعين بنفس الوقعة اللي إحنا فيها. إحنا عمي في حكومة سرقت الشعب، الشعب بيطالب بحقه لا أكثر ولا أقل. القانون بالأردن بيمشي على الفقير، بحاسب الفقير. لا، إحنا بدنا محاسبة الفاسدين، الأغنياء اللي سرقوا البلد. ليش القانون ماشي على الفقير؟ ليش الفقير لما يوصل المحكمة بنحبس والغني بروح؟ ليش ما في عدل بالبلد؟